السلام عليكم. السلام عليكم من جديد. من بعد ما بت هذيك الليله في هذاك بت بلاصه عالميه، مجموعه ديال المعابد ديال البوذيين كاينه تما، وهذيك البلاصه دايرينها بحال دايرينها من التراث العالمي، ولا ما عرفت واحد خيتي بقات كتشرح ليا تما. صافي صراحه ما بديش كان بيدالي حتى 12 دابا شي جوج وشي لعيبه، حنزت في الماب لقيت راسي تزادت عليا شي 200 كيلومتر، دار 160 تزادت عليا 200 كيلومتر، ماشي قلب الطريق ولكن كتبان ليا شي طريق صغيره كندخل ليها، كنبغيش نبقى غادي مع طرقاء الكبار. هذه هي الطريق دابا اللي انا فيها، طريق خاويه. هاد البلاصه فيها ديال البيكالا هي خضوريه على اليمين على اليسار، كاينين هاد اللاكات هنا، هادو ديال اصطناعيين ولكن هادو طبيعيين، هادو اللي الفوق في اتجاه الجنوب التايلاندي. هي في الاصل بيني وبين بوكيت واحد 800، دابا غنشوف غادي وكان تراسي كيبان لي غادي ندخل شي طريق كبيره واقيلا دابا خاصنا نقلبوا فين نصليو ومن ناكلو. بعداك درت لي هذيك فطور بالحوت والروز والصوص، حطاتو لي يلا عريت على هذاك الحوت، كنسمع باق ورايا، درت وانا نلقى واحد الطوب قداش وسط الدار بيته معايا، وعادي هذاك الشيء هنا طوبا ولا اناكوندا ولا تمساح بلا ما تبقى تحكر. شداتني واحد الشا السوائية ما كاين فيها معاها لا كافي تشو لا والو، علاش الاورتليب شيه والو ما كيدخلش الماء نهائيا. الى خشيتي المسائل مزيان وسديتي والو ما قطره ديال الماء ما تدخلش. خاصني دابا ندبر فين مدات، وكلشي دايس كلشي باذن الله تعالى دايس. جيت تخبيت حدا السوبر مارشي، ايوا الساعة دابا ما عرف بالله بغيتي نشوف 3:30 وشو الدنيا كتبان، ولكن راه كانت مغيمة ديال بصح، والحمد لله على كل حال، اللهم صيب النافع. ما زلنا على الطريق، غالبيا الدخلات ديال المدن كيكونوا بحال هكا. هادو البوليس عاد جبت الكاميرا بديت كنصور، انا ما شفتهمش نحيد الكاميرا لان ما عارفش رد الفعل ديالهم هادو هنا كيدير. ماشي بوليس غير كيصاوبوا في الطريق ضاربين هادوك الجليات. وما علينا، البارح سبحان الله العظيم شداتني واحد الشتوى، اللهم بارك. الشتا خطير عندهم هنا، صافي الا بدات كتصب الشتا الا عندك شي وراق ولا شي حاجه ضربهم في شي ميكا ولا في شي ساك امبيرميابل، وعطي راسك الماء. غتنشف شغل المعمار ديالهم كيدير. البارح سبحان الله العظيم غادي وقلب الطريق صدق الداخل وسط واحد تامبل ديالهم، واحد المعبد ديالهم، عاود ترجعت من هذيك الطريق يلا بيداليت واحد شويه وانا كانت الشتا كتصب، لقيت هذاك الجامع اللي صورت البيكالا حداه حطيته في البوست في الفيسبوك، جامع وسط هذوك المعابد، واحد جوج دراري صغار بداو كيضحكوا معايا ما تيقوش مسلم. وسبحان الله العظيم كاينين القروده بزاف في هذيك الساحه ديال هذاك الجامع، باركين كيتعلقوا تما في السلوكه.
عرفتي عندهم بزاف ديال تايلاند، عندهم المعابد بزاف، ملي ما كيكونش حدود تأليه صافي راه بنادم صباطي عبدو ما عندوش المشكل. ما عادش غادي نديرو في الغداء صراحه، خاصني نولي نطيب، دبرت فواحد البوطه، خاصني شي مقيله صغيره نقلبها اللاعب بيدودان. الجو معمر ضروري غادي تصب ان شاء الله عز وجل، وحتى تايلاند بس زوينه، وحتى واحد ما كيتسوق لك الله يجعلك، ماشي تكون عندك راسطة، تكون عندك ربعاق غادي شو طريق بيكالا ترايق كدي وكتجيب، وهذه طريق تاية ديال بيكالا، وطريق هادية وغادية فراسك هنا، راه ماشي طريق رئيسي، هادي راه ماشي طريق ديال الطوموبيلات، طريق السريع مثلا اللي ما بين المدن طريق اخرى، وهادي من احسن مسارات البيكالا اللي كاينين في اسيا كاملين. ملي دخلت قريت عليها لقيت بزاف ديال الناس كيشكروها، هادي كدي وكتجيب، هاد الناس اللي كيبيعوا الحوت، هاد البلاصه معروفه بالحوت، ما يمكنش شي واحد يوقف عليك ولا يعيط لك ولا باغي نبات في كامبين، بغيت ندير لا طونت، ماشي هو هذا، شنو هو هذا، هو الكوم دا هاد السكول، هادي مدرسة، شو مدرسة كي دايرة، هلو هاو يو، شو مدرسة وسطها، كيبان لي التمساح غينوض يمسح ليهم السبورة هنا. لا تايلاند طبيعة كاع ما صراحة والو، ها واحد الكامبا، ها هو الشيء هذا كامبين، هذا ولكن الاخر هو اللي عاطينو ريفيوز بزاف، وباقي الحال هذا غادي يكون كيطلع للبحر، هذا دايرين ليه اللون الذهبي غيصرفحك، غتبان بحال، ولكن ها هو قيدناه عندنا ان كيس ما لقيتيش فين تجي تلاح. صراحة الدنيا زوينة هنا، طريق مثالية ديال بيكالا صراحة، طبيعة طريق زوينة، ها هو العلو اللي ما كاينش، هاي عاوتاني هذا كامبين، هذا تا هو الشيء راهو دايرين فيه لي شادو، شام ستيشن دلوكسري بيرش هاو، هادول الهاوسات هادو ديور، هادو الطنطون واحد خينا كيترين، هلا هاو يو سويديس كونسل ريزيدنس، هادي الإقامة ديال هادو اللي خدامين في السفارة ديال السويد، تشي الدنيا كيديرو بوب بوب، وهادو كيكونوا دايرين التصويرة ديال هادا، هادو دابا هادو كيبانو ليا كيعبدوه انا، كيبانو ليا بحال كيعبدوه انا، دخون هذا الشيء غادي نكمل قدام انا، هلا نشوف اش كاين، هذيك الساعة الطريق هذيك مانعين على الماطر ديال البيكالات، هادي ديال الماطر والبيكالات، خصني نقصي شي حاجة بعداك عاد نشوفو فين غادي نريح. سمحوا لينا على الموسيقى، ولكن بغيت نوريكم شداتني واحد شوية ديال الشا، وانا نقول جيت دخلت هذا دخينا لقيتو داير بوفي فيه، عندهم الحرام بزاف، ولكن لقيتو داير هذا ها هو هنا، هز اللي بغيتي، وكاينين المشروبات، كاين هاد الصوص ديال الحوت هذا السيفود، وكاين واحد النوع ديال الحوت اخر زوين تا هو،
down. And it's fish, all fish here. هادو فيش كاين بوزروق كاين الحوت كاين الروطال كاين جميع المسائل. هادشي كامل مية درهم ما قديتش ندوز وخا قضية كذا ولكن الناس هذا عندهم كيديروه في الماء هذا كيبقى عاشي هذا يهزوه يديوه كيحط لك هاد هاد العيبة هادي كطيب فيها كطيب فيها كدا كتعيش الحياة. شو هذاك هذاك البوفي كيدير حوت جديد الروطال حوت كاع انواع ديال الفواكه البحر كاينه كاع انواع ديال الفواكه البحر الواعره كاينه بغيتي يجيب لك الفاخر كيزيد عليك واحد اللعيبه شو الكروفيت قداش عاد كاين صغير كاع ما تسوقت ليه الله يضرب شي ثلاثه طباس والله 100 درهم عباد الله. ودابا غنوريكم لوطيل ديال 150 درهم لوطيل قلت اليوم غادي غندير ندير البراك ديالي جا هو في هاد الاريا هادي البحر هو على اليمين انا كدير الماب باش غادي ليه دابا هنا السياح غادي يبداو يبانو قال لي واحد 400 متر انا بان لي في التصاور على الشط تشوف حاجه بخير دونك اي ثينك باقي لها الدوره هادي الدوره باش نشوف هاد الماب سادة راه حمق الدورة الأخرى تا هي خدامة الدورة الأخرى تا هي خدامة شوف لوطيل الأريا بعدا كي دايرة اللي فيه هاي هي هادي Take the next right, then turn left. The maps داخ مع ناقي صوغو على في العكس داخ زيد شيل بني كيدير هنا صافي بقى لي 200 متر على الهوتيل صراحه هذيك الوجبه واعره زعماك عاد هما كياكلوا الحلوف وهادشي راه مع المشروبات مع الكلاص كاين الروز وهذوك الالعاب الاخرين ما تسوقت لهم وملي تميت غادي سايق البيكالا بانوا لي بزاف ديال المطاعم بحال هذاك الهيت انا راه كيصيدوا هنا كيصيدوا الحوت واخا لا لا مابس ايا اللي عنده فوبيا ديال الكلاب راه تايلاند ماشي ديال ذا ديستنيشن ات ذا ليفت سير اخويا هو هذا هو هذا طير الله هو الا هو على البحر على البحر هذا واقيلا هو الوطيل ولا الاخر اللي لهيه
باقي ما عطاتشني هذيك الطن. لا هذا بار هذا هم كذا. الو your destination is on the left. هو هذا الوطيب الشامين. هو هذا شو عطاني هذيك الطن. مهم حطوا البيكالا وشوفوا القضيه كي دايره. وما دا هو الهوتيل اوانسو شربوا واحد القهوه. يور نيم نيم باي انا نيم ادريس. ادريس نايس تو ميت يو. هذا شو قال لي خليت البيكالا لهي قال لي دخلها هنا دار تما شو المغرب والله يقولك لا اوطيل ودخلتها هنا حطيتها عادي ما كاينش المشكل. المشروبات الروحانيه. صباح الخير. وما دا هو الاوطيل اللي بت فيه صراحه. الموقع ديالو زوين فيه الواي فاي كاين هذا ولكن المشكله انه ما كاين حتى شي شرجم. ما كاين حتى شي شرجم اللي يخليك مثلا انا خصوصا ملي كتكون جاي من برا كتبغي مثلا غير يكون هنا الشرجم تكون كتشوف لا لاتيراس وتريح تكونسونطرا. ان بالليل صراحه ما كنبغيش نخرج تايلاند ماشي ديال الليل ديال الانسان اللي ما كيعجبوش هذوك الهموم. مزيانه هادي شرف الله وقدركم. كاين الدوش كاين المرحاض حشاكم التلفازه فريجيدير كيديروا مع جوج قرعات ديال الماء. مهم دابا غادي نتحرك. دابا تقريبا 10 وقسمين غادي نتحرك. اهلا بكم من جديد. خرج من الاوتيل سبحان الله. دا واحد المشكله كاينه في الماب سمي. دابا الماب سمي ملي كتعطي الطريق ديال بيكالا يقدر يبقى يدور بك في المدينه لداخل. فنصيحه الا كنتي وسط المدينه وبغيتي تخرج لشي طريق ديال بيكالا تشوف اخر نقطه غتدخلك للطريق ديال بيكالات وديرها من لوكاليزاسيون ديالك واختار الطوموبيله باش تعطيك اقصر طريق. دابا راه واحد تقريبا نص ساعه وانا كندور في الاخر لقيت راسي درت من واحد البلاصه درت منها البارح اللي هي قريبه للبلاصه فين كنت مريح. صافي وانا نعرف راسي درت هاد المشكل هذا. ايوا ما كاينش باس ما يخالف. انا دابا هادي الطريق اللي غادي فيها الطريق ديال البيكالا كاينه. هي ممنوعه على على الماطر وعلى الطوموبيلات. لقيت هاد البارك على الطريق وانا ندخل فابور غادي هذا ممر ديال البيكالات. دايرين ممر ديال البيكالات في اي بلاصه وفي كاين لارمي. قلت ليه واش ممكن؟ قال لي ممكن. اشي تماثيل هنا شي حاجة. شي حاجة واعرة هنا. مشكلة ما كاينش اللي يصور. هما هادي ديال التصاورات هادي. هادو غيكون شي بارك كيوثق لشي مرحلة تاريخية ولا شي. دابا هادو هادشي دايرينو فابور. دابا هادشي دايرينو فابور. شوف لي على تماثل هادو ما تشكون هما هادو. التريكه ديالهم هادشات. هما جايبين واقيلا ستودنتس هنا. غادي نحط البيكالق. راه دايرين واحد البارير تما او غادي نشوف بعدا كد لافيتاش فيها. هيا واحد الجروب ديال التوريسا. اش منين هادو هنود واقيلا
لا ما عنديش هذيك لونغلي ديال الاكاديميك ديال يا طبيك على بعداك هادو كاتبين غير ب كاتبين ب بالتايلاندي هادو اشنو هو هذا كي تصوروا هنا نمشي نقرب وحده هذاك هذاك الهيت ديالو هلا هاو يو هادو رباع هادي رباع خطير هادو هادو ناضين هادو هاد بالوية دايرين هاد ستوبات ولكن غادي ندخل برجلي واو 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 ترى التماثيل اش كيديروا اليوم هاد القوم هادو بلاتي يا خويا حطوا البايكال هنا بيكالتي 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 هاي يا سيدي ما الشيم ترى كبار هادشي هادشي راه كبير ديال بصح كيبان لكم دابا نتوما واقيلا في يبان لكم في ليكرون ديال التليفون ولا ديال هذا شوف دابا قارن الجبل العلو ديال الجبل اللي وراهم قارنو مع العلو ديالهم هما وغادي غادي نقرب تما باش نشوف اش كاتبين عليهم راب راجاب كيت بارك هات هادو قادة ديالهم هادو قادة ديال اشو قداش المساحة شو المساحة قداش واحد خينا بيكالا راه تايلاند واعرة تايلاند واعرة 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 هادشي اللي بغا يجي يدير فيها السياحة زعما كو ما عندوش بيكالا وكدا ولكن بيكالا دابا بحال هادشي هذا الا ما كنتيش غادي تجي ليه خصك تنوض ليه مع الصباح انا غادي ما بانت ليا ملونصينها في الطريق وانا نقول غادي نجي ليها شوف شي دابا قداش كيبان انت انا كنقرب ليه هذا شكون هو هذا انا كاتبين اش صاحبي كاتبين لي انا ب بالتايلاندي اش غادي ها هو كاتبين هذا الكينغ رام كام هينغ دو جريت الكينغ الاكبر من 1279 1298 هذا الكينغ الاكبر ناروسان تا هو هذا من بعده هذا الكينغ ناري والتشتش ولا اله الا الله لا اله الا الله ربي لا اشرك به احدا شو دابا تطور ديال البياس شوف 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 هادو كاملين الاسره كينغيه هذا الحاج حمو الزياني ديالو هذا اشوف لي يا 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 تكاو تقل الفتره ما بين 1200 حتى لاش دخينا اللي ضارب عليهم حطه هاد الحطه اللي ضاربها دخونا هذا
فيها واحد التغيير في في اللباس بحال بدا كيميل لهذا الغرب. وشكون هو الداد؟ هذا الكينغ شلونغوم دو غريت. والشيخ هذا من 1800 وقيله 1868 ل 1910. ودابا حتى باش نبان لكم باش يبان لكم الحجم ديال هاد قومان هادو، انا غادي نحط الكاميرا بحال هكا. وغادي نطلع انا تما شوف كي غادي نبان. جيتكم من البرنوسي كنعرض عليكم الاسلام، اسلموا وتسلموا يعطيكم الله اجركم مرتين وان توليتم وكتب عليكم. اعطاكم دريس تحيه اسلاميه لجميع المسلمين.